ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فإفادة، باش غنسولوا المواطنين على الفضائح ديال البرلمانيين. فضيحة تابعة فضيحة، ما تعرفوش قالوا لنا المواطنين على هذه الفضائح. أجوا معايا ولا أنت برلماني، أنت واجهة ديال البلد، يعني ما خصكش تكون كيف ما كنقولوا عندك تجاوزات اللي كتوصل للفضيحة، لأن أنت كتمثل البلد، أنت كتمثل واحد الصورة ديال الشعب كامل. يعني انت كتضرب هنا المصداقيه ديال البلد، ملي كنشوفوا فضائح الزوير، فضائح كيف ما كنقولوا الخيانه، فضائح بصفه عامه، يعني ولينا كنشوفوها مؤخرا ولات كيف ما كنقولوا مابقاتش كتخبى. يعني حنا دابا في زمن السوشيال ميديا وزمن اي حاجه كدار راه كيف ما كنقولوا كتعرف، واعطاء صوره جميله على البلد اللي هما كيمثلوه، اللي هما في البرلمان ديالو، اللي هما تحت الدستور ديالو. يعني هنا عيب اننا نبقاو نشوفوا فضيحه تابعه فضيحه، ومن من برلمانيين، من مسؤولين، من الناس اللي هما خاصهم يكونوا القدوه، وهما اللي خاصهم يضربوا بيد من حديد على الفساد، وما خاصهم يكونوا ضده، ما يكونوش اول وحدين سباقين ليه. برلمانيين اخويا ما خصش يكون فيهم المفسدين. حنا كصوت فاش كانت صويت راه صوتنا عليهم باش يخدموا لينا البلاد ديالنا، خدموا لنا البلاد وتمشي البلاد بازدهار، ماشي واحد شد واحد وواحد كياكل واحد. وبقيناش في برلماني مع برلماني، راه ولينا هادشي، ولينا كنتاجروا في الفساد داخل البرلمان. حنا راه كصوت ديالنا صوتنا عليكم، راه خاصك تخدموا لينا البلاد. كنت برلماني الا كانت عندك كفاءات، راه حنا عندنا كفاءات وما خدامين. شي واحد ما عندوش كفاءه وداخل البرلمان راه ما يمكنش، راه خاص هاد البرلمانيين يوعاو يخدموا لينا البلاد، ويمشي البلاد من احسن البلدان، واصلا بلادنا من احسن البلدان في العالم، بغينا تصدار، ما بغيناش تطيح بهذا الفساد ديالهم. سلو عليه الشهداء ديالنا، كانوا برلمانيين الشرفاء، فهمتي الى اخره. هادو لا علاقه البرلمان دابا، مثلا كيستغل يمشي للكره ولا يمشي لهادي، كيستغل يديرك الصوره، لا علاقه. يعني بكل صراحه شهونه، فهمتي شهونه، كنت كنتي تعرف الناس قدام، فهمتي لما نجيب لك الاسماء ديالهم كانوا شرفاء، كتشوف البرلمان الى اخره، وكيتذكروا على نقاط وهاد. دابا كتلقى في البرلمان بنادم داخل ناعس تماك، ناعس تماك في البرلمان، وفيه الريحه ديال الفصه باقي، وكيجي هذا واللي غادي يقدر يدير لك سيرك البلاد. وبصراحه راه شوفوا كل شهونه صاحب، كل صراحه، بكل صراحه شهونه شهونه. ودابا كتلقى برلماني مع برلمانيه كيتلاقوا، فهمتي يعني راهم كيعيشوا عيشه ديال الفساد، فهمتي كيكون داك الشيء في الدم ديالهم. يعني شنو الهدف ديالهم؟ هما كيستغلوا هادشي ديال الضعف ديال الطبقه الكادحه. انا البرلماني، انا هادي ماشي كتلقى برلماني يدير علاقه مع برلمانيه. انا ما جاتش اخويا، راه خصك تخدم المواطن، تخدم المواطن اللي كيعطيك التثقه ديالك، كيعطي صوته، كيعطي لك نتايا. خصك تخدم المواطن نتايا، حيت المواطن تشاق فيك وعطاك صوته. ملي كتشوف مواطن عطاك صوته، خصك تثق فيه انت وتخدم ليه البلاد ديالو، وتصاوب ليه داكشي اللي باغي هو، اللي داكشي الحق ديالو. كرسالة أخوي البرلمانيين، بركة من الفساد وخدموا، راكم شوهتونا أخوي.